دايما الشباب لهم في حياتنا واقع خاص، كل واحد فينا بيقول ليت الشباب يعود يوما. ليه؟ لان الشباب هو الحماسة، هو القوة، هو الصعب. الشباب هم امل مصر، الشباب كانوا وسيظلوا هم امل مصر. في سنة 67 الشهداء اللي ماتوا شباب، في سنة 73 الجنود اللي انتصروا شباب، ما بين الشهيد اللي مات وبين الجند المنتصر خطوة واحدة بس اسمها الإخلاص لمصر. ازاي ابقى مخلص لبلدي واستغل هذا الإخلاص وانا في عز شبابي؟ الشباب هم الامل في البلد دي. زمان كانت مصر بتعتمد على رجال الفكر وعلى رجال الثقافة وعلى رجال العلم ورجال الدين. ليه؟ لان احنا كنا بنوجه بلد بتتوجه. ثورة 19 قام بها سعد زغلول ومعاه مجموعة كبيرة من بشوات مصر كبار السن، وكان ايضا اللي بيقوم معهم بالثورات والمظاهرات هم شباب. شباب هم اللي عملوا الثورة العربية الكبرى في 1919 اللي هي الثورة اللي قام بيها سعد زغلول. احنا محتاجين للشباب بكل وقت. سنة 52 قامت ثورة مصر 1952 بشباب كان كلهم في عمر 30 سنة. عبد الناصر تولى حكم مصر وهو عنده 34 سنة لما قام بالثورة. اتمنى من كل قلبي ان الشباب اللي يسمعنا دلوقتي يعيد حساباته مرة تانية، يقول انا فين؟ لا، انا لازم اكون في خطوة اكتر من كده، لازم اكون في خطوات احسن من كده، ما استناش ان الدولة تعطيني، لا، انا اللي اعطي نفسي اولا، وبعدين هل ان الدولة بتفتح لي ديها وبتقول لي اتفضل لك ما تشاء لانك قدمت اللي تقدر عليه، لانك فعلا فاعل وقوي ومؤثر في هذا المجتمع. شبابنا بناتنا واولادنا وشبابنا هم املنا. صدقوني مفيش حل الا في الشباب. يا شباب مصر يلا اتحدوا وتعاونوا وانتجوا وارفعوا اسم بلدكم، لان هي دي مستقبلكم. مستقبلكم في ايديكم انتم مش في ايدينا احنا. مستقبلكم بصناعتكم انتم مش صناعة غيركم. صناعة محلية مش مستوردة، صناعة مصرية مش جاية من بره لاوروبا ولا امريكا ولا غيرها. ما نعتمدش الا على ثرواتنا وعلى قد لحافنا نمد رجلينا، معلش مؤقتا لحد ما يبقى عندنا السند ويبقى عندنا المدد ويبقى عندنا العون الكامل والكافي. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه.